قبل التسجيل او بعده مفيش احسن من حجر شيشه يظبط الدماغ او يفس البالونه. المفروض اروح اقابل شريف دلوقتي لانه هيسجل الكيبوردز النهارده. فنان الجيل، موسيقار الاجيال، شريف عادل، نجم انريج وسكارب وثلاث ارباع بندات مصر. ازيك يا استاذ شريف؟ ازيك يا وائل؟ لسه راجع من دهب. اوه مان، لسه النهارده فريش؟ يس، لسه وصلت امبارح بالليل. On our way to Johannesburg. High spirits. Yeah. متى الفشخ اللي انت مشغله ده؟ تصور الموقف ده خالص يا مش كنت هتغير العربية دي من 5 سنين؟ شريف انت مش بتسجل ليه يا شريف؟ عادي يعني هو يعني وانت 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 مش جوه الأوضة ليه بتحاول ان انت تظبط الحياة؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يوسف بيعمل ايه يا شريف؟ بيحاول يدور على حاجه نظبط بيها ام الديلي. ممكن يكون ده؟ ايوه سيتنجز اللايف ستاك كولز ديلي. انت شوف بقى فين الكولز. انت الكولز تايب يا اما 0 يا اما 1 يا اما 2 يا اما 3، هو غالبا 2 عشان ديلي. فشوف بقى انت. ماشي ما هو ادخل على ايه؟ كان كده في المعادي. ايوه عندك حل الجبنه والله. تشيز فوندو زي الشوكليت فوندو كده. في شوكليت فوندو بس ايش ايش يعني فكر دي صح. يلا اشتير. هو انت مين اللي انت حاضنها دي؟ اليشيا. عادي عادي يلا نكمل. هي نفس ال طب القفله دي. القفله دي هقفلها عادي، هم حصصتين في الكورد ده وهتفضل شويه هنقفل. شريف هلو. ايه اللي حصل يا شريف؟ حصل فشخ يعني. قعدنا قد ايه من الساعه 6؟ 6 ساعات. 6 ساعات في تسجيل كيبورد لاين بس. ده حاجه الموضوع كان متعب بس الحمد لله طلع بفائده ظريفه. الموضوع كان يستاهل عامه. قشطه. يعني هما كانوا بس يوسف ربنا معاه قدامه بقى 30 لاين كيبورد يبقى بس فيهم.